راحة البال إحساس جميل جدا ورائع جدا. الإحساس ده لو دخل القلب يطمنه، الإحساس الجميل ده لو وصل للصدر يشرحه. انتوا عارفين يا ناس ان في ناس بتسافر آخر بلاد الدنيا وبتدفع أموال طائلة، ليه يا عم مسافر؟ يقول لك رايح أدور على راحة البال. بالفعل راحة البال إحساس جميل جدا، بس للأسف للأسف الإحساس الجميل ده محروم منه تارك الصلاة. انسى لو في واحد تارك للصلاة وهو مرتاح، ده أمر مستحيل. الأمر ده يا جماعة يوضع في قائمة المستحيلات والممنوعات. مهما بعدت عن ربنا ومهما وقعت في ذنوب، هتفضل الصلاة هي الباب المفتوح ما بيني وما بين ربنا، اللي هقدر في أي وقت أرجع ولاقي سكة توصلني لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده مش هقدر أبطل صلاة، لأن الصلاة هي الصلة بيني وبين ربنا، الصلة بيني وبين حبيبي. صلتي لو اتقطعت بأي حد مش مشكلة، لكن ما أقدرش أبدا إن صلتي تتقطع بالله سبحانه وتعالى. هتصلي علشان زمان لما كنت عيل زئرة صغير خالص كده، وكنت بزوغ من الصلاة علشان الجيم اللي بيبقى في وقت الصلاة مخصوص ده، فوالدي قال لي بص يا ابني، اعمل الذنب اللي انت عايز تعمله، وابعد البعد عن ربنا اللي انت عايز تبعده، بس خلي بالك، خلي فيه حبل كده وصلة وباب مفتوح بينك وبين ربنا، اوعى تقفل كل الأبواب، علشان وقت ما الدنيا تضيق بيك تلاقي الباب ده مفتوح لك، تجري تلجأ لربك سبحانه وتعالى. وصدقني صدقني مش هتلاقي أسهل وأفضل وأحسن من باب الصلاة، فاوعى اوعى تترك الصلاة. بصراحة أنا بصلي عشان خاطر أنا بعمل ذنب، وكل واحد بيعمل ذنب هو محتاج للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن العبد إذا قام للصلاة أتي بذنوبه كلها فتوضع على ظهره وعاتقيه حتى إذا ركع أو سجد تساقطت عنه. ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. في سورة البقرة بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وعشان الآيتين اللي أنا قلتهم في الأول دول لازم نصلي. مش هينفع بطل صلاة علشان في ناس عايشين بينا على الأرض دلوقتي مخليين أوقات الصلاة هي أهم وقت في حياتهم. في ناس قبل ما تتحرك يروحوا مشوار أو يحجزوا كرسي معين بيبصوا في الساعة، هو أنا لو اتحركت على المشوار ده دلوقتي هلحق أصلي العصر ولا هيفوتني؟ هو أنا لو حضرت الكرسي ده هصلي المغرب ولا هيروح عليا؟ الناس دي لما بينزلوا قبرهم لما منكر ونكير يقوموهم عشان يقولوا لهم من ربك، يخيل ليهم إن صلاة العصر هتفوت وإن المغرب داخل، فيقولوا لهم سنجيبكم ولكن دعونا نصلي العصر. في قبره يوم القيامة هينظر في عمله بسبب الصلاة. عشان كده اوعى تبطل صلاة. مش هبطل صلاة عشان انا بحب ربنا، وعشان انا عايز ربنا يغفر لي ذنوبي، وعلشان انا عايز ربنا يهديني. ايه ده، هو ممكن ربنا يهديني؟ روح له وهو يهديك. هل انت تتوقع ان ربنا ما يقبلكش؟ لا والله يقبلك ويهديك. ده هو ربنا اللي قال سبحانه وتعالى في القرآن والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. احنا عندنا 19 و20 و21 و22 و23، الخمسة دول لو فهمتهم كويس وانت فهمتهم كويس مستحيل من بعد دلوقتي تتركوا الصلاة أبدا. الخمسة دول في سورة المعارج، يلا افتحي لي قلبك وانت افتح لي قلبك واسمع الايات، انا عايز الايات دي تنزل كده على القلب تغسله وتشطفه كده. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، شوف شوف الجمال. والله الله سبحانه وتعالى يقول ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا مين يا رب؟ الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. شفت الطريق؟ ده طريق راحة البال، ده طريق كشف الهم، ده طريق الراحة النفسية. مش هينفع بطل صلاة عشان ما احرمش نفسي من لقاء ربنا سبحانه وتعالى كل يوم. اللقاء ده اللي بستعد بيه للقاء الحقيقي مع الله يوم القيامة. واللقاء مع ربنا هو لقاء قرب وإقبال عليه سبحانه وبحمده، لقاء بيملأ القلب نور وهداية في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده، لقاء بيملأ القلب طمأنينة من مخاوف الحياة، لقاء بيوجه به قبلة القلب إلى السماء. عشان كده ما ينفعش أبدا أحرم نفسي من هذه المعاني. تخيل كده إنك أول ما بتقف في الصلاة ذنوبك عاملة زي الجبال تقف على ظهرك وكتفك، أول ما تركع
ذنوبك تقع منك، وأول ما تسجد ذنوبك تقع منك. والله أنا متخيل إنك في صلاة من الصلوات هتطلع من الصلاة وإنت معلكش ولا ذنب. بالله عليك في حد يسيب الصلاة؟ ما ينفعش أبدا أحرم نفسي من الصلاة اللي بتخليني أقابل ربنا سبحانه وتعالى كل يوم على الأقل 5 مرات. اوعى تحرم نفسك من الفضل الكبير ده، اوعى تحرم نفسك من هذا الإقبال وهذا القرب وهذا الأنس بالله سبحانه وتعالى، عشان نكون من الناس اللي هتقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. صلي علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى لحبيبك ومن حافظ عليهن، يعني الصلوات الخمس، عاش بخير ومات بخير، هيموت على حسن خاتمة، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبنصلي علشان الصلاة هي أحب الأعمال إلى الرب جل وعلا، وبنصلي علشان ترك الصلاة هو أعظم الذنوب بعد الكفر والعياذ بالله. جرب تقرب. تخيل معايا لو واحد عرف إن فاضل ساعة واحدة بس من عمره، إيه أول حاجة هيفكر يعملها؟ 100% هيتوضى ويصلي. الصلاة يا جماعة هي أهم عمل نقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى بعد التوحيد. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. أول حاجة هتتسأل عليها يوم القيامة الصلاة. آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، في باب مخصوص في الجنة اسمه باب الصلاة، أمان من عذاب النار ومن عذاب القبر، مغفرة للذنوب وحسنات كتير جدا. لو كل الكلام ده مش فارق معاك يبقى اكيد هيفرق معاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مالكش عذر في ترك الصلاة، حافظ عليها، الصلاة اهم حاجة في حياتك. هصلي عشان الصلاة نور وانا ما اعرفش اعيش في الظلمة. هصلي عشان مش هستحمل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كل اللي بيصلوا عند الحوض وانا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: موعدكم عند الحوض. فاصحاب الرسول سالوه: هتعرف امتك ازاي؟ قال: من اثر الوضوء غر محجلين. هصلي عشان مش هستحمل ان اقطع الصله اللي بيني وبين ربنا. الصلاه هي الصله بينك وبين اللي خلقك. هصلي عشان محتاج البركه اللي باخدها في دقيقتين ثلاثه اللي بصلي فيهم الفرض عشان اعرف اكمل بقيه ال 200 دقيقه التانيين الموجودين في اليوم. هصلي عشان ما ابقاش مستخسر دقيقتين ثلاثه من وقت الدنيا والحياه والشغل، لكن 3-4 ساعات في الجيم تمام، ساعتين على القهوه مع اصحابي من حق نفسي عليا عادي. هصلي وهفضل اصلي، هعيش وانا بصلي وهموت وانا بصلي. وانت كمان اوعى تبطل صلاه. انا هقول لك ايه لازم اصلي. انا ممكن اعمل لك اكله جميله جدا تغذيك وتقوي جسمك، ممكن كمان اديك معلومات كتير تفيدك في الحياه وتنمي قدراتك وتغذي عقلك، بس في حاجه انا ما اقدرش اغذيها لك ابدا وهي روحك. ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بالصلاه علشان تكون هي السبب الوحيد بغذاء الروح. طيب ايه الدليل على كلامي ده؟ هقول لك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الناس اللي بتصلي دايما عندها سكينه، الناس اللي بتصلي دايما بتستقبل اقدار ربنا سبحانه وتعالى بنفس راضيه ومطمئنه، فالصلاه فيها كل الطمانينه وفيها كل السكينه اللي ممكن تتخيلها. لما تليفونك بيرن او بيجيلك اشعار بتروح جري على تليفونك تشوف مين اللي رن عليك، حتى لو مش حد مهم، ومهما كان ايه في ايدك بتسيبه عشان تشوف مين اللي عايزك، لان ده نداء جايلك من حد من البشر. الاذان هو نداء من الله سبحانه وتعالى بيدعوك عشان تقف ما بين ايديه، فانهي نداء من دول اولى انك تلبيه؟ نداء البشر ولا نداء رب البشر؟ لما الاذان يأذن مهما كان ايه في ايدك سيبه وروح لبي نداء ربنا، بلاش تعمل تجاهل للتنبيه. عارف الغفوه اللي بتعملها للمنبه اللي بيرن كل يوم الساعه 7 الصبح عشان يصحيك للشغل؟ كل كلمه مكسل بتقولها بينك وبين نفسك لما بتسمع الاذان هي غفوه. كل كلمه اصلي ورايا شغل ومش فاضي هي غفوه. كل تسويفه غفوه. فبلاش تعمل غفوه للنداء الوحيد اللي هيصحيك من الغفلة. كان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. كان يقول: إذا قال أحدكم الله أكبر فإن الله ينصب وجهه في وجه العبد، وإذا صلى أحدكم فإنه يناجي ربه، يكلم ربه لحظات قرب لا تنتهي. أنا عايزك بس تتخيل معايا أن مجرد وضوءك بيغفر لك كل ذنوبك، مجرد أنك تتوضى ربنا بيفتح لك كل أبواب الجنة، مجرد أنك تنزل من بيتك رايح المسجد ربنا بيكتب لك أجر الحاج والمعتمر في سبيل الله، مجرد أنك تخرج من المسجد أنت في ضمان وأمان ورعاية الله. فاوعى تبعد عن الصلاة، ارجع تاني للصلاة واسجد واقترب، لأن الصلاة ده أهم سؤال وأخطر وأول سؤال هتسأل عنه يوم القيامة، وهو سؤال: عملت إيه في الصلاة؟ العمل الوحيد اللي هيترتب عليه كل الأعمال اللي بعده. فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. طريق الصلاة ما يتسابش. يلا لو كان في فرض فايتك ولو كان في صلاة أنت ما صليتهاش، يلا نقوم نتوضى دلوقتي. يلا كل واحد يتوضى ويقف بين يدي الله ويستمتع بالحياة بهذه الصلاة. اوعى تبطل صلاة.